بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك الكتابة. الدوحة والفوز خارج الملعب. إبراهيم أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة 797 من ملك الكتابة. حلقة الخميس جاية في أيام العالم العربي فيها بيحتفي بالحدث، حلقة الاثنين. العالم العربي كله محط الأنظار والانتباه للمونديال. العالم العربي شادد انتباه العالم. شادد الانتباه العالم يا أستاذ إبراهيم. أنا أنظر إلى كأس العالم في قطر نظرة مختلفة جدا جدا جدا، وعلى الرغم أن الرياضة والسياسة لا يجب أن يمتزجا، ولكن الآن ما يحدث في دوحة يقود الدبلوماسية العالمية والثقافة العالمية لأن تنظر بعين الجدية إلى منطقة الخليج والدول العربية عامة. ما يحدث بصرف النظر عن الهزيمة الكروية للفريق القطري، إلا وهي هزيمة يعني ألمت طبعا العرب وألمت القطريين، أو يعني كانوا عشمانين طبعا في حاجة أفضل من كده، ولكن الانتصارات المتتالية لدولة قطر أولا من ناحية التنظيمية، ثانيا من ناحية ترويج الثقافة الإسلامية والعربية، ثالثا من ضبط الأداء لفرض ثقافتها وهويتها على ضيوفها، ولم تخضع لأي ابتزازات في قضايا الحقيقة مخجلة ومسفة وتافهة بالنسبة للقضايا الإنسانية التي كان ينبغي للغرب أن يعتني بها، ولكن هي المناكفة وخلاص. قضايا المثلية وما أراده هاري كين اللي كنا بنحترمه للأسف، وفرضت ثقافتها على الفرق، وما فيش حاجة اسمها كده، شرب الخمور ممنوع في الملاعب. يعني هي حاولت تتوازن، بديك حق ما تتمداش. أعتقد ما حققته قطر من خلال استدعاء قيادات العالم ضيوفا على هذه المناسبة تجاوز بكثير نجاح دبلوماسيات واختصار للوقت ومجهود كان العالم يقف حائرا. هو امتى هنقدر نحل قضايانا المتناقضه دي وممكن الاضداد يسلموا على بعض، فتاتي لحظات يعني تدوب فيها كل الحساسيات. مرحبا بالسلام انطلاقا من كاس العالم الحالي في قطر، والتي زينها حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، زينها بما لقاه من حفاوة وتقدير وترحاب واستطاعت لحظات بسيطة أن تجتاز مزافات طويلة من العمل الدبلوماسي. هنشرح ده بالتفصيل. ده جانب من جوانب وصول السيد الرئيس إلى الدوحة للمشاركة في هذا الافتتاح الحياة اللي هو التاريخي، لأنه لأول مرة على أرض عربية تقام بطولة كأس العالم للأندية، كأس العالم في هذا الزخم الشعبي الكبير، وهذا الحرص القطري الشديد على الهوية العربية وعلى القيم الإسلامية. أعتقد زي ما المهندس عدلي أشار، المسائل فيها تفاصيل كتيرة، والمشهد فيه من الرسائل والمضامين اللي يجب أن الكل يقف عندها كثيرا أمام هذا الحدث اللي تخطى حدود الملاعب وتخطى حدود كونه حدث رياضي. لا، ده حدث يعنى بفرض الهوية العربية، يعنى في فرض احترام العالم للقيم الإسلامية وقيم المجتمعات العربية. أعتقد مسائل كان فيها تفاصيل كثيرة.